خرج ابن آدم من العدم، قلت يا رجع ابن آدم للعدم، قلت يا خرج ابن آدم من العدم، قلت يا بصي بقى يا نور، انا عايزك تفتحي دماغك وتشغلي مخك معايا. انت عايز ايه يا علام؟ مش كفايه صبر عليك مستحمله؟ يا نور قالوا احنا بقى عايزين نقب على وش الدنيا يا اخويا. لا شايفه منك وش ولا ظهر. هتشوفي، دعوني اللي هتشوفي، بس انت بقى ايه ركزي معايا. لا ركز انت بقى معايا، ها؟ وعرفني احنا هنتجوز امتى، ولا يعني علشان خدت على كده وسايبه اهلي وهربانه وعايشه معاك؟ لا انا عايز اعرف انا هتجوز امتى. هنتجوز والله، انا نتجوز يا نور، بس انت صحصحي معايا كده للون وركزي معايا. ها؟ طب حتى نضرب ورقتين عرفي اللي انت عاوزاه يا نور. نضرب ورقتين؟ ايوه كده، هو ده الكلام. صحصحي بقى معايا للكلام، عايزين نعمل لنا مصلحة كده وننام على قرشين حلوين. الله، وايه المطلوب مني؟ انتي بتدخلي جوه كل البيوت، بتبيعي بالقسط للناس، للبيوت والمحلات. انا بقى عايزك تخشي جوه كل بيت تجيبي لي تفاصيله، تعرفي وتاخدي وتدي تتكلم معاهم وتجيبي لي كل اسرارهم وتفاصيلهم. اللي عايزه تتجوز، واللي بنتها عنس ما عايزه تتجوز، واللي ابنه عايز يتجوز. ليه؟ هتشتغل خطبه؟ يوه، اشتري للاخر يا نور. الله، انت ان شاء الله احنا الاثنين هنشتغل في الدجل والسحر والشعوذه. احب اسحاب اشتاتم اشتو او كده. اصحى للون معايا. انت بقى العين بتاعتي في كل بيت في كل مكان، ها؟ الدليل البصاص اللي يجيب لي اخبار الزباين ويجي يبلغني. مفهوم؟ مفهوم. واحده نفسها تخلف نخليها تخلف، واحده عانس وعايزه تتجوز نخليها تتجوز. طب وانت بقى هتعرف تعالج وتصرف؟ لا احنا مش هنعالج يا نور، احنا هنصرف بس. هو ده الكلام. ايوه، قسم واشتري. بصي بقى، انا عايزك تفتحي عينك كويس قوي، تعملي لي دعايه في كل حته.
الشيخ علام الشيخ علام الشيخ علام. وبعدين؟ وبعدين ايوه لك المعلوم. ايوه طيب، وما فيش بقى عربون للمحبه دي؟ الله، انا عارف طلبي قدام. اوعى ايدك، نضرب ورقتين عار في الاول وبعدين ابقى اشوف كل حاجه. بس كده؟ عناية ليك. نضرب ورقتين. وانا احب الكلام ده. يلا بينا. يلا يا اخويا. شيخ علام شيخ علام، ايه واحده بره عايز تقابل حضرتك. يا اخي خضتني. الله، اسمها ايه؟ اسمها ناهد يسري. اسمها ايه؟ ناهد يسري. ناهد يسري. وده تقرير بعتته الست نور، وفيها كل تفاصيل عن حياتها. والله مية مية. طب انا عايز اقراها. ها انت بقى تخرج دلوقتي. ايوه. وتقول لها ايه؟ تقول لها 5 دقايق وتقابل الشيخ. 5 دقايق يعني؟ هتقول لها ايه؟ 5 دقايق وتقابل الشيخ. عطلها شوية. ايوه برافو. أيوة عليك يا مبروك. أيوة. تعطلها شوية. عطلها شوية. ماشي. ماشي. وبعد كده بعد ما تدخلها هتعمل ايه؟ هتروح واقف على الباب بره. واقف على الباب. وما تخشش علينا. فاهم؟ ايوه فاهم. تخرج على الباب بره. فاهم. واي زبون يجي وزعه. حاضر. ها؟ هتقول له ايه بقى؟ قول له الشيخ في حالة مستعجلة بره. وهي فين الحالة دي؟ يا ابني يخرب بيتك. قول له كده، قول له كده، في الشيخ عنده حالة مستعجلة بره، هتقول له ايه؟ ايوه الشيخ عنده حالة مستعجلة بره. خلاص؟ فاهم. اي زبون يجي ايه؟ اقول له الشيخ عنده حالة مستعجلة جدا. توزعه يعني. ماشي خلاص؟ ماشي. مبروك. ماشي. ركز معايا. انا مركز يا ريس. يلا. 5 دقايق وتبعتها لي. ماشي يا ريس. يلا اتكل على الله. ماشي يا، مع السلامة. ناهد، الأم نادية، الزوج عادل، 5 سنين بدون خلفة، ماشي يا ناهد. وبعدين بقى يا ناهد يا حبيبتي، بقالك انت وعادل متجوزين بقالكوا كتير قوي، ولا شفتلكمش حته عيله العب بيه وهشتكوا؟ يوبا يا ماما، يعني هو بايدينا يعني؟ يا اختي بايديك، امال بايد مين؟ ساكتين ليه؟ ما هو عادل اللي بيقول لي سيبيها على الله ومش هنروح له دكاتره. ونعمه بالله يا حبيبتي، بس لازم تروحوا تعملوا تحاليل وفحوصات. يعني يا ماما اروح من وراه؟ هو بيقول لي سيبها على الله وما اروحش للدكاتره، اصله بيحبني. بيحبك؟ ايوه. ايه يا حبيبتي الهبل ده؟ هو مش عايز يكشف، يبقى هو اللي فيه العله، يبقى بانت هو اللي فيه العله ومش عايزك تعرفي ويداري على نفسه. لا يا ماما ما تظلموش، والنبي هو برضو بيحبني. يا بنتي الهبله انت بتقولي ايه؟ لازم اطمن عليك، ولو فيك حاجه اعالجك. يعني يا ماما روح يعني من وراه يعني، ولا ايه يعني؟ لا يا حبيبتي ما تروحيش من وراه، انا اللي هقول، وهو بالمره يجي معانا نكشف له نعمل له تحاليل وفحوصات. خلاص يا حبيبتي اللي انت شايفاه، انا ما اقدرش ازعلك يا ماما. ايوه كده. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. حامل منين يا ربي؟ حامل منين؟ حامل منين وانا جوزي اصلا ما بيخلفش؟ ده انا عمري ما عرفت راجل غير جوزي عاد. اقول له ايه؟ اقول له مراتك حامل منين؟ هو اصلا ما بيخلفش. اروح اقول لامي ايه؟ افرحي ياما افرحي ياما، هتبقي جده؟ جده منين؟ وانت اصلا يا هبله ما تعرفيش اللي ببطنك دوت منين؟ يا نهار اسود. يا رب قول لي اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه يا رب؟ قال لي اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه في نصيبتي السودة؟ في نصيبتي السودة يا رب يا رب يا رب يا رب.
هعمل ايه؟ يعني المصيبة اللي انا فيها دي هتخلص منها ازاي؟ يا خرابي يعني. ايوه هو الحل الوحيد امي، امي حبيبتي. انا هتصل بماما. الو، ايوه يا ماما، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ انا قاعده لوحدي، لا عادل مش موجود في مأموريه. خلاص يا حبيبتي مستنياك، هستناك يا ام. لا صوتي مفهوش حاجه، انا مستنياك، محتاجه لك يا ماما. ماشي يا حبيبتي مستنياك، متأخريش عليا يا حبيبتي. ماما. ايوه حبيبتي. عايزه اقول لك خبر هيفرحك وفي نفس الوقت هيزعلك قوي 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 قوي. ايه يا اختي ده؟ فالزورة دي ولا ايه؟ اي خبر في الدنيا يا يزعل يا يفرح، قولي يا ناهي. بصراحة يا ماما انا حامل. يا اختي سيما، لا سيما، لا سيما، لا امه يا اختي سيما، الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك يا روح امك، اخيرا ربنا كتبها لك يا روحي. اهي دي الاخبار اللي تفرح القلب بصحيح. انا رحت جبت التحاليل امبارح. ولازمتها ايه يا اختي التحاليل؟ ما خلاص مش حامل وخلاص. لا ما هي التحاليل بتقول ان انا ماما سليمة، انما عادل ماله؟ عادل عقيمه ما بيخلفش. يا لهوي عقيم، وما لقيتش حامل من مين يا اختي؟ يا نهار اسود ومنيل. ما اعرفش والله يا ماما. ما تعرفيش ازاي يا روح امك؟ ازاي قوليلي، قوليلي يا اختي حامل ازاي؟ انا اصلا يا ماما والله ما بروح عند اي حد تاني غير عندك بس والله. لا لا يا اختي، ما هو الموضوع دوت عايز راجل. ما تقولي ليش كده، حامل مين يا مين يا بنت؟ حامل مين يا ماما؟ بروح لحد خالص يا ماما غير عندك. قولي لي يا بنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ علام؟ أيوة يا بنتي. شيخ إزاي بس؟ الشيخ بيبقى عبة وفطان وجلابية. مين قال لك كده؟ الشيخ عمره ما كان لا بلحيته ولا بجلابيته ولا وفطان. الشيخ يا بنتي بعلمه وقدرته. أنا الناس كلموني عن حضرتك كتير وقالوا إن أنت هتعرف اللي جواي. علاجك ودواكي عندي أنا. وبقول الله البشر كلهم كتاب مفتوح قدام الشيخ علام. طب انت هتعرف ازاي؟ انت ما تعرفش عني حاجه. من عينيكي وكف ايديكي. من عيني وكف ايدي اقدر اعرف كل اسرارك. وريني كفيك. لا الشمال. يا ودود يا ودود، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا ودود يا ودود. هاي هاي ودود. الاسم نادية امك، وانتي اسمك ناهد. ايه ده، انت عرفت اسمي ازاي واسم امي ازاي؟ هاي مديد. عندك اتنين اخوات، اتنين اخوات في غربة مسافرين. فعلا اخواتي مهاجرين ومسافرين بقالهم كتير. وجوزك اسمه عادل، عنده علة كمان. عرفت اسم جوزي؟ علته ودواها عندي انا. مين اللي قالك على العلة؟ ازاي وانت كمان عندك علة ودواكي عندي انا؟ احنا لفينا كتير وروحنا كشفنا وعملنا تحليل كتير، محدش عارف اي حاجة عننا. كله بأمره والبعيد يقرب، كله بأمره والبعيد يقرب. حي كله بأمره يا بنتي. اشربي. اتفضلي. شكرا شكرا مش عايز. لا ده من طقوس العلاج. ده من طقوس العلاج للاسترخاء وهدوء الاعصاب.
جنزبيل بالليمون. اشرب يا شيخ علي اشرب. بقالكم 5 سنين دايخين عشان موضوع الخلفة. اشربي يا بنت اشربي اشربي. دواكم عندي انا، وبعون الله تنولي مرادك عندي انا. اشربي يا بنتي يعني اشرب. يعني هخلف يا شيخ علام؟ طبعا هتخلفي وكله بامره. بس انا حاسه ان دماغي تقيله والدنيا بتلف بيا. على مهلك. نوم العوافي يا ناهد. نمتي؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. إيه الحلاوة دي؟ بدر النور. هتنولي مرادك يا ناهد وهتخلفي. ربنا يقدرنا على فعل الخير. بدر منور. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا ناهد؟ هتخلف يا ناهد، وبعون الله هتنولي مرادك على ايد الشيخ علام، وربنا يقدرنا على فعل الخير. فوقي بقى براحتك. ناهد ناهد، هو ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، انتي اغمى عليكي وانا فوقتك. بس انا حاسة ان دماغي بتلف وجسمي كله مكسر. ده من تأثير العمل اللي كان عليكي، وانا خلاص فكيته. صحيح يا شيخ علام. طب وموضوع الخلفة ده؟ بعون الله خلاص، البعيد هيقرب. معقول هخلف؟ طبعا اكيد ان شاء الله على ايدي، الخير ايدي. ربنا يخليك يا شيخ علام. علتك خلاص دواها الحمد لله، العمل راح واتفك. اما عادل انا هقرا عليه وهداوي علته. يعني هنخلف خلاص ان شاء الله؟ ان شاء الله يا بنتي، كله بامره. طالما جيتي عند الشيخ علام هتخلفي. وبيسيب المبروك بقى بره شوية مصاريف كده لزوم طلبات هجيبها عشان خاطر جوزك عادل. حاضر والله، ولو حصل الحلاوة بتاعتك عندي. ان شاء الله هيحصل يا ناهد، اطمني يا بنتي. ايوة يا ماما افتكرت. ايه؟ هو مفيش غيره. مين؟ الشيخ علام اللي انا رحت له. مين الشيخ علام ده؟ هو ده. انا رحت له، رحت للشيخ علام عشان يعمل لي اي حاجة عشان اخلف انا وجوزي. وبعدين؟ وبعدين يا ماما كنت واخدة منه معاد. هو خدتنيش معاكي ليه؟ رحت لوحدك ليه ما خدتنيش معاكي؟ يا ماما ما انت كنت مسافرة يا ماما بتعزي، اعمل ايه؟ طب وايه اللي حصل؟ قوليلي حصل ايه بالظبط؟ هو قاعد يا ماما يقرأ عليا شوية حاجات كده، وبعدين ايه اداني مشروب طعمه حلو قوي، جنزبيل بالعسل. ايه؟ وبعدين
ما حسيتش بنفسي ضغط. ايوه يبقى هو حط لك اسمه ايه ده المنوم جوه المشروب وعمل عملته السودا المهببة على دماغي اللي جابوه. بس انا يا ماما لما ضغطت قمت لقيت نفسي قاعدة على الكرسي وطرحتي فوق دماغي. طبعا خبرة عمل عملته السودا وقومك مكانك تاني عشان يمسح كل حاجة من اثر عملته السودا. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ تعملي ايه يا بنتي؟ قومي بينا على شيخ الهباب ده. قومي ده انا هوريله واطلع عينيه. قومي معايا. طب ما انا كده هتفضح. ايوه صحيح هتتفضحي. هبلغ عنه الحكومة. طب دلوقتي اعمل ايه في النصيبة اللي انا فيها ديت وهقول لعادل ايه؟ ما هو عادل مسيره كده كده هيعرف. انا هقولك دلوقتي لو احنا خبينا عليه ما هو ساعتها هنعمل ايه؟ مش عارفه يا ماما، مش عارف اعمل ايه يا ماما، اعمل ايه في الحمل المنيل اللي انا فيه ده؟ مفيش غير حل واحد بس هو اللي نقدر نعمله، ننزل اللي ببطنك ده. يعني قصدك ايه يا ماما؟ اسقطه؟ ايوه يا بنتي، ما هو حرام تربي عيل ابن حرام.